السلام عليكم ورحمة الله الخوت الخواتات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سفيان الحوزي تي في. الإخوان كنت بارطاجيت معكم الدواء ديال سميتو ديال البرغوث، ولكن مع الأسف يعني ما كانش فعال 100%. يعني ملي راقبت الدجاج لقيت أنه تيرجع من بعد تقريبا 2 أسابيع تيرجع ليه كما قال لي السي حسين جلواجة، لكن وجهوا ليه الشكر من هذا الفيديو، قال لي أنه غيعاود يرجع وفعلا داكشي اللي طرا، ونصحني بواحد البرودوي كما شفتوا في الفيديوهات ديال امراض الدجاج، يعني مع السي حسين جلواجة، يعني ذكر فرونت لاين اللي هي في يعني خارجه خصيصا للكلاب والقطط، لكن كتستعمل الدجاج ولكن بشرط انه ما يكونش يعني البيض ديالو او اللحم ديالو يعني للاستهلاك، يكون فقط البيض ديالو كتستخدم يعني التحصيد او التفقيس، يعني خاصها تمر واحد المده ديال 120 يوم اللي هي 4 أشهر عاد يمكن تستهلك. وقال لي ان هذا فرونت لاين كتحميك من البرغوث المده ديال 90 يوم، يعني 3 أشهر ما كتشوفش البرغوث، يعني هذيك الدواء اللي درت انا انه كيتحيد منه البرغوث، ولكن كيرجع من بعد تقريبا 2 أسابيع حتى 3 أسابيع كيعاود يرجع. كما غنوريكم دابا واحد الدجاجه، يعني كما شفتوا كنت يعني بارطاجيت معكم ان كلشي حيد منه البرغوث، ولكن دابا كما كتشوفوا مرات واحد تقريبا 3 أسابيع ولا اكثر ما رجع لك البرغوث كما كان في الجهه. كما كتشوفوا دابا غنبارطاجي معكم الاستعمال ديال هذا، ونعاود نخبركم واش يعني فعال 100% ولا لا. كما قال لي عندي جوج رشات في الرقبه ديالها، يعني قال لي تهز الريش ودير لها 2 رشات في الرقبه ديالها، بالشرط نعاود نكرر للاخوان انه ما يكونش البيض او اللحم ديالها كيتستهلك. بالنسبه للفراكلين هي هذه الصغيره ديالها 100 ملل، كاين الكبيره اللي بانت في الفيديو ديال السي حسين، بالمناسبه راه كاينه راه ديسبونبل عندي اللي خصاتو، مرحبا غنبارطاجي معكم. ايضا اللي غتمر واحد المده ديال 15 يوم هذه نعاود نبين لكم الدجاج باش تشوفوا الوجه ديالو، ما غيبقاش فيه البرغوث ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديو الى الاخير، ما تنساوش دعمنا بالتعليقات ديالكم، راه هما اللي كيدعمونا باش نزيدوا لقدام. تحياتي لكم جميعا. 2 رشات الاخوان، الاولى الثانيه.
خرجت وحده، خرجت وحده، خرجت وحده، درنا لهادو اللي فيهم بزاف حيت عندي وحدين اخرين فيهم حتى هما شويه، ولكن ما غنحاولش ندير لهم هذا حيت غنبيع من الاستهلاك. مازال هادو غير تنقرا نفقص البيض ديالهم. انا الاخوان من بعد شهر تقريبا، شهر وشي حاجه، اللي ما عاودش رجع لي من داك البرغوث، لكن الحاجه الوحيده اللي نركز عليها هو انه البيض ما يكونش كيتستهلك، يعني ما كيتباعش في السوق ولا للاكل وسميتو، واللحم كذلك. يعني تقريبا راه دابا المده ديال شهر، يعني غير في هذوك الرشات اللي شفتو في الفيديو الاول، يعني صافي ما عاودتش ليهم، يعني ما بقاش رجع ليهم. الا بقات شي حاجه قليله، يعني ما بقاش تيتكاثر، ماشي بحال في الاول، يعني عاود رجع ليهم وجوههم عمرو. دابا راه ما بقى لا رجع لا والو. اخرين باقيين خايفين مع شحال ما بقيت دخلت عندهم، ولا عندهم غير الدار. لكن دابا حاليا دابا راه غتبدا تصب الشتاء، يعني بالنسبه للاخوه اللي عندهم المسرح كتصب الشتاء، راه غير تتصب الشتاء ما تيبقاش البرغوث، يعني هذه راه معروفه، غير تتصب الشتاء يعني راه ما تيبقاش يتكاثر. اما في هاد الشهور اللي دازو راه كان جميع الاخوان كانوا كيعانيو منه بزاف وتضاعف الدجاج. هادو الاخوه راه كانوا داخلين البداله، دابا عاد رجعوا عاد بداو يبيضوا، كانوا داخلين البداله بحال هذه مثلا، باقا مدة عاد تبدا تبيض. يلا الاخوان، تحياتي لكم جميعا دون استثناء، ونراكم في فيديو قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.